بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما فانعقد العزم إن شاء الله تعالى في هذا الموسم الجديد بسلسلة جديدة إن شاء الله تعالى أيضا بعنوان تفسير جزء عامة. وهذا تفسير جزء عامة اشتغل عليه كثير من الناس، إما بشرح صوتي أو بشرح مكتوب، ووقع الاختيار عليه لأنه الأنسب بطبيعة الحال لمثل هذه الظروف، فليس أفضل من الرجوع إلى كتاب الله تبارك وتعالى والأخذ منه بالطريق المباشرة. نحن كنا الآن في صيام درس العطلة، فإفطارنا سيكون على شيء خفيف، فلن نطيل عليكم، فانتظروا الأذان العشاء يزيد رجع شوية لكي نجد وقتا لنطيل، فلن نطيل عليكم اليوم إن شاء الله تعالى. وسبحان الله وأنا أعد لهذه السلسلة حضر ببالي قطعا شيخنا محمد بن خبز رحمه الله تعالى، وأنا كنت دائما أتهرب من هذا النوع من المحاضرات، لأن حسب المشتغل بتفسير كتاب الله تعالى من أمثالنا أن يجلس عند الشاطئ قرب الأمواج، وإلا فإن الدخول إلى هذا البحر مغامرة ومخاطرة، ولا يعرف قدر هذا الأمر إلا من خالطه وجربه، ولا يعرف ما الذي كان يعانيه من جلس يفسر كتاب الله تعالى في مثل هذه المجالس إلا من فتح كتب التفسير يحاول أن يعد درسا أو دروسا في التفسير. الأمر أيها الإخوان والله الذي لا إله إلا هو أمر شديد، فأنت بين كتب كثيرة في التفسير تقرأ هنا وبعض شيء هنا، وكلما ذكره هذا المفسر هنا فلا تكاد تجد شيئا تجمع به شتات الأمر. إذ الأمر كما قلت لكم مغامرة ومخاطرة وبحر خضم، ولذلك حينما أراجع الذين اشتغلوا بالتفسير عن طريق الشرح الصوتي وأتأمل في طريقة شرحهم وتفسيرهم والمجال الذي يخوضون فيه أعذرهم، فبعض الناس يقول فلان لا يتعمق، فلان لا يفصل، ومن حقه أن لا يفصل لأنه جرب وعلم أنه لا يستطيع الدخول أكثر من وضع قدميه عند الموضع الذي ترتطم فيه الأمواج. ونحن هكذا أمرنا، سنجلس عند الشاطئ وبطبيعة الحال سنمد البصر إلى زرقة الماء، ولكن سنجلس مع الغلال فلن نستطيع الإخوان. ومع ذلك حاولت أن أعد لكم شيئا مناسبا على طريقة المفسرين والشراح الذين يجلسون على الكراسي لا الذين يدونون الكتب، لأن المدون في الكتب قد يتوسع، والذي يقرأ الكتب من المخاطبين قليل، لكن الذين يحضرون أمثال هذه الدروس المسجلة الصوتية سواء في المجلس أو عبر المواقع أمره يكون أضيق، فإنه يحتاط ويتسلل لوادا هروبا أحيانا من ضيق بعض المواضع في التفسير. لكن مع ذلك سنحاول أن نستفيد ما استطعنا على قدر الإمكان، إمكاني وإمكانكم، من كتاب الله تبارك وتعالى في هذه السور المجموعة في سياق واحد. جزء عما كما قال بعض المفسرين المتأدبين من المتأخرين المصريين، قال هذا الجزء عما لما قرأه وجده كلحمة واحدة، كجزء واحد في الحقيقة، هكذا قال، نمطه واحد، الصور تتحدث عن نفس المواضيع بنفس الطريقة،
بنفس الإيقاع. فالداخل في جزء عامة داخل في عالم خاص له مميزاته، ولذلك اشتغل الناس بتفسير جزء عامة. وسنبدأ هذا الأمر من هذه الحلقة الأولى إن شاء الله تعالى، ولن نتكلف كثيرا طريقة الدخول، لكن لا بد أن أنبه على أمر مهم، وأنني لن أدقق كثيرا في بعض المسائل اللغوية إلا إذا كان في ذلك نكتة مفهومة وقريبة. وأما الكتب التي أعتمدها فأنا اخترت ما كان يفعله الشيخ محمد بن خبز رحمه الله، وهو كان يعتمد على تفسير ابن كثير. تفسير ابن كثير عنده كان في البيت قبل أن يذهب إلى درس التفسير يوم الأربعاء والخميس في مسجد العيون أو جامع العيون، كان يقرأ في تفسير ابن كثير ويقول قال مفسرون، ويقصد ابن كثير. لكن بطبيعة الحال أرجع إلى بعض التفاسير الأخرى القريبة، إما من كتب التفسير المتقدمين حال معاني القرآن لأبي زكريا الفراء من القرن الثالث الهجري من كبار اللغويين، أو من كتب الأحكام كتاب أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الحنفي، أو أحكام القرآن لأبي بكر العربي المالكي. وكذلك أرجع إلى كتاب تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن. وأصعب الكتب وأنا أطالع في مثل هذه الكتب كتاب التحرير والتنوير للعلامة التونسي الطاهر بن عاشور، وهذا من أصعبها على الإطلاق. كان الشيخ بوهوزك يقول حينما أطالع فيك يبدأ يحرقني راسي، قال يؤلمني راسي لصعوبة العبارة فيه ودقته وجمعه من أطراف كتب التفسير الأخرى. ولذلك أنا أحاول أن أبذل وسعي لأجمع لكم ما يمكن أن نستفيد منه، مما يمكن أن نستحضره ونحن نقرأ مرة أخرى هذه الصور في صلواتنا، وأنت تقرأ تستحضر ما سمعته في هذه الدروس مما هو قريب إن شاء الله تعالى إلى الأفهم. اسمحوا لي مع الوقت قود كتشفوا لي العيوب لي نهار بنهار أول هذا عيني مشي. واحدة المرة في قيمة غزاء شفتوا كي تشوف في الكتابة إذا كان النظرات وكي تثبت يعني في القراية، قلت له الشيخ هذا الشيء من جا؟ قال لي قرايه الليل. قال لي مين بغيت قرا خليني محتاج نعسو عاد نوض نوض انت كاين ودي قرا في الليل في الكتب. تفتح الكتاب في المكتبه ديالو كيجبر قراءه بحمد الله، وانت كتشوف العينين ديالو كتفطم بالصح ضياء العين ديالو بسبب القراءه الكثيره المتتاليه. فما عنده ما يعمل هذا هو الثمن، وكل واحد بمدى يؤدي الثمن، واحد من عيني واحد من رجلي. كتشوف الشيخ ابو اسحاق الحويني راه قطعت رجله بسبب كثره اشتغاله بالعلم، ايوا لانه مثل هؤلاء لا يتحملهم بدنهم، البدنين لا يتحملهم، يطالبون البدن باكثر مما يطيق. سبحان الله هذه البليه. يقول الله تبارك وتعالى في سوره النبأ او سوره عمه او سوره يتساءلون، هما ثلاثة بهم هذه الكلمات هي البدء للصورة. يقول الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عما أي عن ما حذفت الألف، هذه خلاصة بيدعفو، هي عن ما حذفت الألف على طريقة عربية في الصياغة، أي عن أي شيء يتساءلون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم، يعني هؤلاء عن ماذا يسأل بعضهم بعضا. قال بعض المفسرين المقصود هم كفار مكة القرشيون، كانوا يتساءلون يسأل بعضهم بعضا لا على سبيل الاستفهام والاستبصار، بل على سبيل الاستهزاء والاستهتار، كأنهم يتغامزون على ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. عما يتساءلون عن القرآن الكريم، عن اليوم الآخر والبحث بعد الموت، عن شريعة الإسلام،
إذ كانوا يكذبون كل هذه الأمور لأنها متلازمة، لأن مصدرها واحد. وكان من أعظم وأقبح عيوب المشركين الذين كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنهم قابلوا دعوته بالسخرية والاستهزاء، فصارت أصلا عند المشركين أعداء الله تعالى يمارسون الاستهزاء دائما، يستهزئون، يتغامزون، يضحكون، يسخرون، يحتقرون. وكان الرد من كتاب الله تبارك وتعالى دائما في غاية المناسبة، ولذلك الرد على هؤلاء لابد أن يكون مناسبا لحالهم، والله أعلم بما في نفوسهم. عن النبأ العظيم، هي غير كلمة النبأ، كلمة النبأ من النبوة من العلو، أي الخبر ذي المقام العالي لما يتضمنه من المعاني. فما بالك إذا زدته الوصف التالي، تقول النبأ وعاد العظيم، اجتمع معا لكي يثبت في نفسك وأنت تقرأ أننا أمام أمر متسائل عنه كبير جدا، الذي هم فيه مختلفون. بعض العلماء قالوا هو لم يكن التساؤل بين المشركين بعضهم لبعض، إنما كان بين المسلمين والمشركين. على كل حال السياق هناك يدل الله أعلم على أنه كان بين المشركين على سبيل الاستهزاء. وهذا السؤال من الله تعالى عما يتساءلون سؤال إقرار لما سيأتي. لما أدنى زادوا هذا التساؤل ديالهم علاش، ما محلوه، يعني ليس له محل، وتساءله تساؤلهم غير معتبر، لأن الجواب أكبر وأقوى من أن يستعمل. طيب لما تجاوبوا يعني وما كنت سقسيوا علاش، الجواب واضح، والجواب في الأسئلة اللي جاوب فيها واضح، كيقول ما ضيع الوقت، إنقاص من قدر الجواب. لا تجيب، قال لك واحد مثلا الزنقة شاف الشمس، قال لك واش الشمس كاينة، راه مشيتي قلت له هي كاينة، غتكون بوالي الساعة، هذا لا يجاب. كذلك هذه الأمور الذي هم فيه مختلفون. هنا الطاهر بن عاشور قف واحد الوقيفة جميلة، قال ما قالش الله تعالى الذين هم فيه يختلفون، قال مختلفون. قال ملي كتكون الجملة اسمية تدل على استمراري أنهم دائما في هذه الحالة، وبقاو في هذه الحالة، أنهم يتساءلون دائما، لأنهم لم يقتنعوا ولو ظهر الجواب. كلا سيعلمون، كلا سيعلمون الجواب عن هذا السؤال. ثم يقول طاهر بن عاشور قد ثم تدل على أن الأمر انتقل من الأدنى إلى الأعلى، يعني كلا سيعلمون، ثم زد علم تأكيد، سيعلمون ماذا؟ كل الذي يتساءلون عنه، كل هذا الشيء اللي دار، لأن هنا المفعول به محذوف، وحذف المعمول يدل على العموم كيقولوا العلماء، لأن المسؤول عنه كثير. الله خلاها هكذا، احنا ما بقاوش لسه نقلبوا لا ماذا يقصد بالضبط، خليها على عمومها. الجواب كان من المفروض أن يكون كما قلت لكم مناسبا للسؤال، هو السؤال عن البعث مثلا، نقل البعث بعد الموت، لكن الله تعالى لم يجبهم بهذا الأمر الآن، يخليها معطلة. قال ألم نجعل الأرض مهادا، ترك الجواب هذا الأمر وانتقل إلى أمر متفق عليه معاين مشاهد، وهو الخلق بصفة عامة. سنبدأ قبل البعث بالحديث وإقرار الخلق، لأن الخلق أشد من البعث، يعني الشيء تبدأه من العدم ليس كإعادته بعد أن كان، الأول أصعب. فإذا أقررتم بالأصعب فينبغي أن تسلموا بما هو أهون منه. ألم نجعل الأرض مهادا، في قراءة مهدا، مهادا أي ممهدة لحركة الناس ومعاشهم، رغم ما فيها من الهضاب والتلال والجبال والأودية، فهي في آخر المطاف في الجملة ممهدة لعيش الإنسان، والإنسان يعيش فيها. أما الجبال فقد رأيتم إخوانكم يعيشون في أعالي الجبال، أنتم شو الحوث فيك يعيشون في أعالي الجبال، تركوا السهولة وعلوا. ولماذا هذا أمر يرجع إليهم؟ من ذلك أنهم كانوا يخشون
أن تكون قراهم في طريق السيل والأنهار التي تمتلئ بها أحيانا الأودية بحيث يوقع حولك واحد العام فتجي السيل وكتدين نفسك. فارتفعوا إلى الجبال ابتعادا عن السيل الذي قد يأخذ قراهم. وسبحان الله العظيم، أنت تهرب من السيل وتصعد الجبال ويصيبك الزلزال. لا مفر ولا مهرب من قدر الله تبارك وتعالى. وإن ارتقيت إلى أعالي الجبال لا يعصمك الجبل من شيء إذا قدره الله. قال الله تعالى: والجبال أوتادا، أي أن الأرض من أسباب كونها ممهدة وجود الجبال. وهنا واحد الوقفة مهمة، وأن المفسرين لما قالوا أن الجبال أوتاد شعروا بالمعنى، ما كانوا يعرفون هذه المسألة، لأن في ذلك الوقت كانوا يظنون الجبال واحد طرد حجر طالع فوق الأرض. لكن لما قرأوا هذا الكلام العربي يعني، ووجدوا أن الله يصف الجبال بأنها أوتاد، أقروا ذلك وقالوا نعم هي أوتاد تمنع الأرض من الاهتزاز. هذا الأمر هذا ما كان يعرفه حتى الغربيون، إلى أن اكتشفوا أن الجبال عبارة عن أوتاد مضروبة في الأرض. أوتاد المفسرون شرحوها على قدر ما يعرفون، وغير العرب من الأمم ما كانوا يعرفون. فسبق العرب المفسرون غيرهم بأن أقروا معنى الوتاد، لكن اليوم العلم يشرح الوتاد. الآن الجبال وجدوها يظهر منها الطرف الأدنى أو الطرف الأقل في الأعلى والطرف الأطول تحت الأرض. الآن في الأرض بحال الناب السنة، أدبر شوية طالع وتحت العرق غارق. هذا هو معنى الوتد، بحال لك تضرب الوتد القيطون، وهو لكم الجبال. نشوف الوصف القرآني، ولذلك تعد هذه جوج الكلمات والجبال أوتادا، غير جوج كلمات من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ويتداولونها كثيرا الآن، والحديث عنها باللغات العالم. الآن كيتكلموا مسلمين في العالم، إخوانكم في العالم يحاجون غيرهم بلغاتهم بهذا الكلام. وخلقناكم أزواجا، كل اللي قال أزواجا أي أجناسا، وكل اللي قال أزواجا أي ذكرا وأنثى. وهذه المسألة ديال الخلق الله تعالى الذكر والأنثى في القرآن الكريم الإخوان، أرى ليس اعتباطا، ليس أمرا هكذا يكرر على سبيل إقرار مقرر، بل قد علمنا بعد ذلك أن هذا الكلام من أعظم الأدلة على أن الله هو الصانع الخالق. لأنه في زماننا الناس يتحدثون عن أن أصل الإنسان كان نوعا واحدا وليس زوجين، نوع واحد، ما عرفناش واش ذكر ولا انثى. قالوا كانت خليه في الماء، هذه الماء خليه تطورت بدات كتقسم، ما ضرب كيف وقع وحنا رجعت حوته. دابا انا كنزرب لكم الكاسيطه، وكان رجعت حوته، الحوته طلعت في الارض، طلعت رجعت حرضون طلع في الشجره، قف قف هبط الارض، رجع بنادم وبقاو شي بعض منهم في الشجره، هذوك ولاد عمو. هيدا القصة، والجد الأكبر ديالنا كاملين كان حوتة. لكن ملي كتقرا انت هاد الإشارة إلى الخلق بالزوجين، تعلم أن الأمر يدل على عظمة الله تعالى وأنه الصانع. اش من خراب هاد الحوتة والخلية والحرضون والقذف في الشجرة، الأمر هكذا كان. ولذا قلنا لهم: هل بدأ الخلق، ماشي الخلق، هل بدأ ظهور الإنسان في الأصل ديالو بذكر أو بأنثى؟ قالوا الذكر. قلنا فين هي الأنثى؟ واش الذكر يولد ذكر، فين هي الأنثى؟ بقيت سناها وحتى تطور شي 30 مليون عام تظهر الأنثى، تيكون هو رجع غبرة. ما عندكم كي تفكوها زعما في الحقيقة. أما إذا قلتوا ظهروا بجوج وما تعيقوش زعما بزاف، ما تعيقوش، ظهروا بجوج بحال هيداك مع الدين بعطهم، والله لا صدر. المهم دابا حنا نعيش زمن الخرائط العلمية، والعودة من القرآن الآن هي الحجة. وجعلنا نومكم سباتا، الله يتفضل علينا بأمور لو ديك أبناء علميين ضعف الفضل بالله تعالى. هذا النوم هذا اللي هو سبات، شنو سبات؟
يقال السبت هو الانقطاع، بحال اللي كيقولوا النعال السبتيه كان النبي عليه الصلاه والسلام. النعال السبتيه هي مزوله الشعر ديالها، يكون مثلا الجلد العدروس الجلي كتزول هذيك الوبر ديال الشعر، كتسمح بسميه نعال سبتيه، اي فصل عنها قطع عن هذيك الشعر ديالها. ولذلك قيل معنى سبته سبته سبته، كاين اللي قال ان المعنى ديالها انها مقطوعه في البحر، لكن الراجح انها مجام سبتم في اللغه الرومانيه، انها سبعه سيتي كوريناس كيقولوا سبعه ديال الكوديات، الاصل ديالها هي دي سبته، ولكن هي سبته في الاصل ماشي سبته، سبته مجام سبتم عربت. والسبت هو الانقطاع، بمعنى حينما تنام تنقطع عن الحركه. لماذا؟ لانك في النهار تكون اولا اعضاؤك مشتغله تحتاج الى الراحه، ويكون دماغك منشغلا بما يجمعه من المعلومات الوارده عن طريق الحواس، عيناك ودناك وانفاك ويداك، الدماغ كيجمع المعلومات، عنده واحد القدر خصك شي تغرقو والا غادي يحمق لك الراس. ولذلك خصك تمشي للنعاس. شنو معنى النعاس؟ تنقطع كطفي الدماغ ديالك، كيبدا في عمليات اعاده النظر في المعلومات اللي جمعتيها، فكيبدا يرتبها ويعوضها. اللي ما كينعسش في الوقت المناسب ديك المعلومه ضمن النهار والو ما يستفيد منها كتضيع. الله ارادنا هكذا، وافضل الناس ذهنا هو اللي كيعرفوا ينعسوا بكري، يصلي العشاء ويمشي تما. علاش؟ هكذا جعل الله التناسق بين خلقه وشرعه، فمن السنة أن ننام بعد العشاء، لأن الدماغ ينبغي أن يدخل في سبات حتى يرتاح ويعيد تنظيم معلوماتك أنت كامل. ذلك كان الشيخ محفوظ الله يذكره بالخير، يقول إحنا الأيامات اللي كنا كنخنشو كنمشيو نقراو مع الشيوخ، قال كنا في النهار كنجلسو نقراو مع الشيخ، قال ملي كنرجع انا المطافيغ الناس وكنعاس. قال لي بعض الطلبه عاد كينوضو يشعلو الشمع باش يراجعو، قال هنا كنعاس، ديك النعاس كنراجع. قال كنمد راسي وكنبدا نراجع داك الشيء اللي قريت في الالفيه واللي قريت في السلام واللي قريت مثلا في ابن عاشر او لا في او لا في مختصر خليل او لا شي حاجه، كيبدا يراجع يراجع حتى كينعاس. كينعاس كيبقى داك الشيء في راسو كيدور، بعد ذلك ملي كيستفق كيجبر ديك الامور تنظمات تفوت كما هي. اما ديك الطلبه اللي كانوا كيقصروا ما افلح منهم احد الا القليل. تجهد نفسك شي معقول. طيب اذا كان الليل هكذا لابد من ذكر المقابل اللي هو النهار، وجعلنا النهار معاشا اي موضعا للتصرف في معاشك بالأكل والشرب وجلب المال ورعاية مصالحك ومتابعة علاقتك مع الناس، هكذا جعل الأمر. ويضطر يقول شي واحد هو مثلا واحد اللي خدام في الليل، ينبغي أن يعكس، واحد تاكسيستا خدام في الليل أو واحد عساس خدام في الليل، واحد عنده طرنود الليل ما عنده ما يعمل، إذا كان الاضطرار سيجعل ليله نهارا ونهاره ليلا. والناس اللي عايشين في الأماكن اللي النهار فيها طويلة ينامون في بعض النهار كهيئة النائم في الليل، ما عندك ما تعمل واخا تطفي عليك الديوان وتشد وترتاح، لابد أن ينام الجسم. لكن الكرة الأرضية غالبها ليل ونهار متقاربان في المسافة الزمنية. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، لاحظت تبدأ بذكر الأرض أنها مهد، ثم ذكر فيها الجبال، والخلق بمد الله تعالى لنا أزواجا ثم الليل النهار، لأن هذا الزمان بعد أن ذكر المكان، ثم سيذكر مقابل الأرض هي السماء، فنحن محصورون بين الأرض والسماء وبين الليل والنهار. لمن يحسن قراءة كلام الله تبارك وتعالى، شي فهم الكلام في مشي، حنا محصورين بين موضعين وبين زمانين، ومحصوران بين زوجين، ما كاينش ثلاثة، كاين جوج وكان.
لذلك في المدونة الأسرة عندنا تعريف الزواج هو علاقة بين رجلين وامرأة. فهمتوا كيفاش؟ كي بعض الناس كيقول لك خصكم تزولوا هذا، هي علاقة بين إنسانين، ممكن يكون بين رجل ورجل، حقا اللي ما قدوش يهضروا عليها، اللي ما جبدوهاش، كيخافوا إذا جبدوها تكون يعني معيقة بزاف. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، لكن هاد بنينا هذه تدل على أن السماء بناء، ماشي الهواء، الهواء اللي عندنا هنا وصافي، لكن إذا طلعتي ستجد البناء، كيف نوع البناء؟ الله تعالى أعلم، بدليل أنه تفتح أبوابه. قال الله تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، هذه بعد من المواضع الخطيرة جدا في القرآن الكريم. هذه الشمس التي كان يراها الناس من بعيد في الزمن القديم، يرونها قطعة من النور كأنها هيئة مصباح، لكن من كان يعرف أنها عبارة عن شيء مشتعل؟ شو السراج؟ السراج هو ذلك اللي كانوا كيعملوا الناس ديالنا شحال هذيك، فيها الزيت وطرد القماش كيصف الزيت وكيبقى مشعول طالما كاين الزيت، ياه؟ هيدا الشمس عبارة عن مادة محترقة موجودة في الغلاف الجوي للشمس، وهي نفسها هكذا، وهي تحترق كما تحترق الفتيلة، هي عبارة عن سراج وهاج، وديك وهاج عرفتي اللي تشير إلى النار، فالنار هي اللي توصف بكونها وهاجة، أي شديدة الإنارة، وشوف سبحان الله العظيم، هو الذي خلقها، وهو الذي يحسن وصفها، لمن كان لا يعرفها، أما نحن الآن فنعرفها، لكن ها قد عرفنا الله تعالى الشمس بكلامه قبل أن نعيها نحن بالعلم والبحث. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي أنزل الله تعالى من السحاب، وقيل الرياح، هذا الأقرب أنها السحاب، معصرات أي أنها معصر، قال المعصر هي المرأة الحائض التي لم تحض بعد، معصر يعني قريبة حيض، اجتمع الدم في رحمها وقريبة حيض، فشبهت السحاب بهذه الحالة، عندها ممتلئة بالماء وهي قريبا سيخرج منها الماء ودقا أو قطرا لينفع الله تعالى به الناس، كيف ذلك نحن نشوفه. وقيل أن المقصود هو الرياح، لأنها تعصر السحاب حتى ينزل منه الماء. ماء سجاجة في جلية الأوصف، الوصف الأول أنه متتالي مربعته، ماشي كتضرب وتقطع، لا، مربعته متتالي متواتر، وفيه المعنى الآخر أنه قوي، لأنه كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الأيام الحج أيام ماذا؟ أيام ثج، يعني كثرة إهراق الدماء بذبح الأضاحي والهدايا، إذن ثجاج أي ماء كثير. حنا كنشوفوا بعض المرات القطاري، لكن ما كيعرف القدر ديال الماء اللي كينزل غير اللي كيجمعوا، كاين الناس كيجمعوا الماء، الناس الاوروبيين كيجمعوا الماء من السطح وكيبطوا شي القناء عندهم من السطح وكيجمعوها تحت الارض عند بنين تما، بحال اللي كنقولوا حنايا المطفيات، كيجمعوا الماء الشتاء كيجمعوا باش يشربوا وكيسقوا به، وكاين اللي كيجمعوا لاغراض اخرى، عرفوا كيسقيو به النعناع، الماء واحد اللهم الارض كيجمعوا الماء الشتاء، انا شفت بعيني، ايه هي الاختراعات الشيء اللي يتقال، كيجمع الماء ويجلس معاها تما كيطبطب عليها، يعني الله تبقى طالعه مزيان ما كراش يبات معاها الليل يعني، وكيتناوب عليها هو المراه ديالو، طبعا راه 100 درهم للوحده طالعه ماشي سهله. قال: لنخرج به حبا ونباتا، اي نخرج منها بهذا الماء من هذه الارض جميع انواع الحب اللي هي اصل النبات، ونباتا اي الخارج الرطب الذي ناكله نحن والبهائم، وجناتنا الفافة، اختلفوا في مفرد الفافة، قيل انها جمع الجمع، ارفعوش في التفاصيل، لكيمنا انها جنات اولا، سميت جنات علاش؟ الناس يقولوا الجن لانه لا يظهر،
وجنات لأنه الداخل إليها لا يظهر، فهي موصوفة بأنها جنات. ثم أضف إليها وصفا يشبه ذلك، ألفافا يعني الشطار داخلين بعضهم، وهذا من البلاغة في وصف كثافة الشجر. هي جنات وعاد ألفافا بحالك النبأ والعظيم. شكون اللي عنده القدرة يستعمل هذا البلاغة العربية في وصف الشيء بما يرفع قدره؟ لأن مين كتبغي توصف شي حاجة وتؤكد حين تقدر تبالغ وتخرج على النطاق المعقول. لكن هنا في القرآن الوصف هنا بهذه الطريقة، هذه بهذا الأسلوب عبقري، يعني شي حاجة مستوى عالي جدا، كتحس بالواقع ديالها في القلب ديالك. لكن لو تعرف هذا المعنى اللي قلت لك باش تحس بأنها تقرع. أحد المفسرين كيقول هذا المعمل تحت كلها قوارع، والقرع كيف يكون؟ يكون بالشدة، الضرب القاسي على قلوب قاسية تحتاج إلى كسر، وهذا هو الخطاب رب العالمين في هذا الجزء هذا. الآن غالي الله تبارك وتعالى غادي يرجع من عما يتساءل شيء هادشي اللي شفتوه كله، وهذا الخلق ديال الله تعالى بهذه الصفات هذه القوية. الآن أرجع إلى الكلام الأول عما يتساءل. إن يوم الفصل كان ميقاتا، أي إن يوم الحساب والفصل بين العباد، يوم الفرقان كان ميقاتا، أي له وقت معلوم لا يتأخر عنه، فهو حق آت لا يتزحزح وقته. ميقات أي مضبوط. متى استعقل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. لكن هنا شنو اللي كيهم الوقت؟ يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا، ينفخ في الصور صور البعث، وهذا اللي كيأكد على أن المقصود بالتساؤل هو أنهم كانوا يكذبون بالبعث، وكيعملوا راسهم كيسقسيو بعضهم زعما يقولوا عجيب بصح هذيك الشيء اللي كيقيم وكيفاش غيكون هذا. فرد الله عليهم بهذه القارعة، قال لهم يوم ينفخ في الصور وينفخ فيه من؟ إسرافيل عليه السلام. فتاتون أنتم أيها المتسائلون أفواجا، يعني مرابعتكم، هل يقول الفوج الأول فوج الثاني فوج الثالث، مقصود زمر أفواج متتالية واحدة أو كل فوج وراء الآخر. وفتحت السماء، في قراءة عاصم وفتحت السماء أي السماء التي لها أبوابها، فكانت أبوابا فتحت، وإذا السماء انشقت يوقع فيها الشق، تلك الشقوق أبواب تفتح، في قراءة تفتح لكن تفتح أشد، أي أن الشقوق ستكون كبيرة واسعة. قالوا لكي تنزل الملائكة، وشوف الملائكة قداش نزل، هي السماء ممتلئة، ما في السماء موضع شبريل إلا وملك ساجد أو راكع، فما بالك بملائكة تنزل عبر هذه الأبواب والشقوق يوم قيام الفصل بين العباد. وسيرت الجبال فكانت سرابا، هذه ينسفها ربي نسفا. جبال هذه اللي كتشوفوها الهيمالايا وأعلاها نيوة إيفرست، إذا جاء يوم الميعاد نسفت نسفا وسيرت وجعلت هباء منثورا، فتحسبها شيئا وهي سراب. كيقول الله وسيرت الجبال فكانت سرابا، تحسبها جبالا وهي الغبرة، أبقى فيها والو، نسفت نسفا كأنها انفجرت صافي بقى والو، كل شيء سيزول، حتى الشمس نور الشمس سيزول. ماذا سيبقى؟ سيبقى نور الله تعالى. وبماذا ستشيق الدنيا؟ بنور ربها. وكان أما الشمس زالت، ودابا سمعوها لي، ما بعد ذلك؟ إن جهنم كانت مرصادا، عسسا وحديا جهنم، لما للطاغين مآبا، للذين تجاوزوا الحد في الكفر والشرك والنفاق والإعراض والإلحاد والإدبار عن شرع الله، مآبا أن يرجعون إليها وينزلون بها،
فتصير لهم مسكنا خالدين فيها أبدا لابثين فيها أحقابا لا تنتهي. أحقاب اختلفوا في قدر الحقبة شحال بالضبط، هنا في كلام الله الذي يهمنا أنها أحقاب متتالية لا تنقضي، لأن عذاب المجرمين لا ينقضي أبدا. هؤلاء ما حالهم؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أي لا يذوقون ما يبردهم. قالوا البرد هنا المقصود به النوم، هذا تفسير. قال لأن العرب يقولون البرد يذهب البرد، يعني النوم يذهب البرد، فإنسان إذا حس بشيء ينام فيزول عنه ذلك. لكن يظهر أن البرد هنا بمعناه العام، أي كل ما يريحك، قال المفسرون كل ما يريحك وتسعد له وتطمئن. ولا شراب، ليس هناك شيء تشربه، ليس هناك شيء تشربه مع شدة الحر واقتراب الشمس وعاد نار جهنم، ليس هناك ما يشربون على الإطلاق إلا لا كاين شيء حاجة يشربون. ما هي؟ قال الله تعالى إلا حميما وغساقا. الحميم هو الماء الساخن الذي تتقطع به الأمعاء، والغساق هو الصديد الناتن الخارج من المشركين وهم يعذبون. هذا شرابهم، هذا شرابهم وبردهم، جزاء وفاقا، أي أن هذا الجزاء موافق معادل لطغيانهم وكفرهم. علاش؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي كانوا يكذبون بيوم الحساب، لا يؤمنون به، لا يرجون ولا يخافون. قال المفسرون هذا هو المقصود، وكذبوا بآياتنا كذابا، ماشي كذبوا تكذيبها، لا كذابا شديدا، وبالغوا في التكذيب، وخلطوه وعجنوه بالسخرية والاستهزاء، واجتهدوا في صناعة الشبه وبثها بين الخلائق والأنام. هؤلاء جزاؤهم وفاق، وسيعذبون هذا العذاب. ولذلك أحيانا تنتبه في وجه أمثال هؤلاء الطغاة في زماننا، تبقى تآمل فيه وهو يجتهد في بث الشبهة، يجتهد في السخرية من الإسلام والمسلمين، تنظر في وجهه وتقول هل كبر هذه مصيره هذا؟ أفلا يدري ما ينتظره؟ لو علم هذا لانقطع. ولكن سبحان الله الغفلة والطبع على القلب. انظروا ما يفعل إبليس بجنده، يوهمهم ويوسوس لهم فيعيشون في الغفلة الكاملة. وكذبوا بآياتنا كذابا، ليش قال كذابا للمبالغة؟ الكلام هنا ممكن وكذبوا بآياتنا تكذيبا مصدر، لكن هذا نوع المصدر هذا أو اسم المصدر هذا على طريقة، قال المفسرون على طريقة بعض اليمنيين، اليمنيون يستعملوا هذا الأسلوب العربي بهذا الطريقة في التشديد، هذا الوزن هذا اللي هنا عندكم في عالة. يقول الفراء رحمه الله وزكريا مع القرآن، يقول شي نهار كان هو في الحج وعند المروة، صفا والمروة، كان هو مع المروة وشي واحد أعرابي من اليمن سأله قال له أحب إليك، أحب إليك الحلق أو الحلاق؟ لا، قال له أحب إليك الحلق أو القصار، يعني التقصير. قال له واش كيعجبك، واش تحلق ولا تقصر؟ قال له أحب إليك الحلق أم القصار، أي التقصير. فهي لغة عربية صحيحة. وكل شيء أحصيناه كتابا، أي كل أعمال هؤلاء صغيرها وكبيرها محصن في كتاب الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ. فذوقوا، هذه الآية قال العلماء أشد الآيات على الكفار. نحن هذا أول درسين، هذه أشد آية على أهل الكفر، لأن الله يقول لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فلن نزيدكم ماشي تخفيفا، عذابا، هذا يعني أن العذاب عندهم في ازدياد. هذه الأوصاف لله في العذاب اللي سمعتوا دابا،
تصوروا أن يكون في هذا ازدياد دائم، كما أن أهل النعم يتنعمون دائما في ازدياد، هؤلاء ازدياد. الأمر ليس لاعبا الإخوان، باش يبغي يحسب الحياة ديالو يحسبها بهذا المسطرة، هذا مسطرة العقاب والحساب والجزاء والثواب، وإلا بغير هذه الأمور هذه سيجره الشيطان بحباله ويغرقه في بحاره. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ثم ينتقل الله تعالى إلى المقابل الآن. لاحظوا هذه الصورة، فيها يعني التقابل المقابل، الأرض السماء النهار الزوجان الكفار عن الإيمان. الآن الله ذكر الطغاة طاغين، الآن المتقين، أي أن هؤلاء لا يطغون، إنما هم المعتدلون، هم أهل الاعتدال، أهل السماحة والاعتدال وما هذا. أما أهل الإلحاد وهم المتطرفون، ده بالصح الله سماهم طاغين لأنهم تجاوزوا الحد، فهم المتطرفون. وأهل الإسلام هم أهل الاعتدال لأنهم أهل التقوى. إن للمتقين مفازة، أنا كيقولوا المفازة هي الصحراء، مفازة بتا، المفازة أي الربح الكبير، لأن هذا موضع ظهور الفوز الأعظم لهؤلاء المتقين. هادو ها هما، وهادو ها الحياة ديالهم كيف غتكون. اسمعوا كيف يصف الله تعالى حال المتقين: إن للمتقين مفازة. إيه هو اللي غيعطي الله تعالى غيعطي هادشي صافي، مصدق الإخوان، مصدق ونعد أنفسنا للعمل المناسب لهذا الجزاء، هذا جزاء الوفاق راه يكون هو. كيف عمل هاد المفاز؟ حدائق وأعناب، حدائق ماشي وحدة، حدائق وأعناب أي ديك الفواكه المتسلقة اللي كيكون فيها العناقد اللي هي العناب، وهي أفضل ما فيها الدنيا زعما، غتدخل الجنة فيها الأمور متدلية ودانية أو لا؟ دانية. أنت عندك الحدائق وعندك الأعناب وساكن في الدويرة مزيانة، حق وحدك ما خدامش، وهو آدم عليه الصلاة والسلام ودخل الجنة ولم يبقى وحده مع ما فيها، فخلق الله له من نفسه زوجها، كذلك أهل الجنان يجعل الله لهم منهم كذلك أزواج، الذكور للإناث والإناث للذكور. والإناث ماشي المرأة 60 عام، لا، المرأة شابة 30 سنة كواعب، يعني ماشي واقف، يعني ماشي مدلل، وكواعب أتراب أي في سن واحدة، ما كاينش الخصام بيناتهم، لا هذه أنا صغيرة عليها ولا هذه أنا كبيرة عليها، قد قد هذول أصحاب اليمين. وكأسا دهاقا، كأسا دهاقا، تيجي يكب لك شي واحد شي كاس عصير كيكب لك ويتهاون مع صاحبه، شنو يوقع؟ كيف يضرب؟ وهذاك هو الكأس الدهاق المترع الذي فاض، يعني اللي كيعمروا لك في الجنة الكأس ماشي الكويس داتا داد النكت، لا، كيف يضرب؟ الكأس كيعمروا كيوصل من الراس يبدا يفات، عاد كتشربوا أنت وكيف لك كتزود لك الفوق زعما. وهكذا في الجنة الإخوان، الكؤوس دائما دهاقا معمرة، حتى نقل عن عبد الله بن عباس أنه سمع أباه العباس قبل الإسلام في مجلس خمر يقول، تقول له صب اجعل الكأس دهاقا، عمر لك، يقول له عمر عمر وفيض، هكذا يكون الأمر. هي أصلا الجنة كلها مفيضة الإخوان، ما كاينش النقص. وأنا تفكرت واحد القصة كيحكي الشيخ بوزا، كيقول لنا واحد اللبنانيه كانت في مصر، هاد اللبنانيه اللي في مصر كانت تتعاطى الخمر كثيرا، كانت هاد اللبنانيه في مصر اش كتعمل؟ تجمع الادباء المصريين، كيجلسوا معاها في واحد النادي في الدار، كيجيبوا بويزدات وكذا، وهي سكيريه بصح يعني. قال الشيخ بوزا حينما ارادوا وصف سكرها قالوا كان كأسها لا يكون لا ممتلئا ولا فارغا، لا عمر لا خاوي، بمعنى ملي كيخوى كيعمر، ملي كيعمر كيخوى. وحاولوا تفهموا الكاس اللي هذه حالته، كيف غيكون حاله مولاته؟ شرب الكاس مورا كاس ما خصوش يتخليه يخوى،
وما خصوش يعمر. فهمتوا؟ قال الله تبارك وتعالى: لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الكلام الخاوي كاينش، اللغو هو هذا الكلام الذي لا فائدة فيه، كلامه كله فيه فائدة. ولا كذابة، أي ما كاينش الكلام من هذا النوع الخاوي للمستوى ديالو كذوب، ما كاينش هادشي. شو ما حد يكذب تما، لا يكذب إلا من يحتاج إلى الكذب أو لا مريض بالكذب، حيت كاين بعض الناس مضطرين للكذب، يرون في الكذب مصلحة، وكاين اللي الكذب فيه مرض، ما يقدرش ما يكذبش، كيبقى يعطو جنابات. خصو يقول شي حاجة ماشي معوضة، فهمتي؟ ولذلك سئل أحد الكذابين من طرف المحدثين، قيل له: هل قلت الصدق يوما ما؟ واش عمرك قلت الصدق؟ السيد الزية، سؤال صعيب، ما حيث يكذب، ما حيث يقول الصدق. كيف غيقول دابا؟ غيقول لهم: أنا نعم قلت الصدق يوما، غيكون قال الصدق، إذا ما طيح الكرامة ديالو، المفروض يبقى كذاب دائما. إذا قال لهم: أنا لا، أنا ما عمري ما قلت الصدق، هو قال. فهو بين نارين أحلاهما محرم. هل قلت الصدق يوما؟ قال: حرفت، ما عرفش يجاوب، بقى ساكت. هكذا هم بعض الكذابين. وكاين اللي عنده الكذوب بحال زعما شرب الماء. شي واحد جا من عنده قالوا له: تكذبوا على رسول الله عليه الصلاه والسلام، نعطيوك 1000 دينار. سخوط هذا. قال لهم: لا، نبيله، ولكن 500 وكذب لكم على شي صحابي. واخا الخدمه كانوا الناس خدامين في ذاك الوقت، والمحدثين كانوا كيقيدوه في الفتره، الواحد المستوى ديال الكذوب ديالو. كانوا معروفين المحدثين، كانوا عندهم واحد القضيه كيطبقوها، كيقولوا: نسي الكذاب وسقفه. شي حنا كنعملوها هاد، وما كانوا حتى هما كيعملوها، كيجيو يسمعوا اليوم عطيوه 9 اسبوع ورجعوا. اذا جا هي هذيك معقول، اذا بدا كيقلب وش قلب كيلصقوا له الاسم ديالو في التويتر، جامع يفكوا ديك الساعه. قال: جزاء من ربك عطاء حسابا. مابقاش وفاقا، قال: جزاء من ربك عطاء حسابا، اي موفى. هو هذا حسبي الله، اي يكفيني الله تعالى، كيعطيك الله العطاء يكفي، هذا هو حساب، يكفي ويكفي. ايوا هذا رب يعطي، واحد اخر اعطاك تفرح، فما بالك اذا اعطاك الله تبارك وتعالى. شكون ربه؟ قراءة ربي السماوات والارض وما بينهما، هذوك جوج اللي قبيله تيتكلم عليهم الله تعالى، وهو ربهم. وما بينهما انت والازواج والجبال والمياه والنبات اللي مذكور، كل شيء هادشي اللي محصور هنا. الرحمن، فهادو جوج الاسماء ديال الله تعالى لا مثيل لهما عند الناس، الله والرحمن. كيقولوا: من الرحمن، بمعنى هذا ربكم الذي لا يضاهيه احد، بل أم في تفرده بهذا الاسم الذي يتضمن هذا المعنى، لا يملكون منه خطابا. ما نلحق شي واحد ينوض يتكلم ولا يهضر. يوم يقوم الروح والملائكة، شكون الروح؟ قال لي ملائكة، قالوا جبريل، قالوا واحد النوع المخلوقات، كاين اللي قال الروح الإنسان، جنس الروح، لا أدري أنا بصراحة، لأن هادشي هنايا صعيب. ويوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. ما عندوش الحق يتكلم. شتي تشوف العسكري اللي كيكون جالس قدام الجنرال او الكورونيل او الماجور ديالو، اذا هضر كيقول له عقوبه، ما يهضرش، يطلب الاذن. قال الله تعالى هنا: الا من اذن له الرحمن هذا وقال صوابا، اي عاش على لا اله الا الله، اي كان موحدا لله تبارك وتعالى، فلا ينطق الا اهل التوحيد. ويقول لك: علاش انت معصب راسك على هذا الشيء؟ لا اله الا الله من تحت الجنه، وهي اصل الاذن في الكلام بين يدي الرحمن، فهي المفتاح في كل شيء. يقولوا الفرنساويين باسبارتو، يعني الحاجه اللي استرت لك تحت الباب لمن كامل فيما مشيت،
عندك بطاقة لا إله إلا الله تدين، حتى إذا وصلت إلى الميزان أخذ عند بعض الناس تأخذ لا إله إلا الله فتوضع في كفة، كما تعلم قصة الرجل هذاك اللي جمع عنده حتى شي حاجة، عنده غير لا إله إلا الله، هذيك الورقة هذيك اللي بها سيتكلم وبها سيدخل الجنة، بها ستثقل كفة العمل الصالح بها وتتطاير الصحف السيئة. لا إله إلا الله في ممشي معك يثبتك الله عليها في الدنيا وعند الحساب في القبر والسؤال، وهي النافعة عندما تقوم بين يدي الله تبارك وتعالى وفي طريقك الطويل إلى أن تدخل الجنة. ذلك اليوم الحق، هذا اللي كنتوا كتسألوا فيه وكتحتقرون ما كتأمنوش به، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن أراد مصلحته ونفع نفسه ليكون في زمرة المتقين فليتخذ إلى ربه طريقا يعود فيه ويؤوب فيه إلى رحمته جل وعلا لينال جزاءه من الله عز وجل كافيا وافيا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، على لسان الأنبياء خاصة على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، عذابا قريبا، قريب لأنه آت، وكل آت قريب، كل آت قريب وكل قريب آت، يعني الحاجة اللي مجرى قريبة واللي قريبة راجل صافي. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ما قدمت يداه ماشي المقصود يعني ما عملت يدك فقط، المقصود ما عملته بيدك وعينك وأذنك وفمك ورجلك، كل هذا داخل في هذا المعنى، أي ما قدمته بين يديك أو ما قدمته بين الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ما الذي قدمته؟ هل هنا غيخصم الله تعالى؟ يوم ينظر المرء غادي يشوف شكون هو المرء، هنا قالوا هو المؤمن، بأي دليل؟ بدليل التقابل، قالوا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، لأنه قدم، ويقول الكافر، المرء ها هو والكافر ها هو، التقابل. هذا العلماء التفسير عندهم طريقة في التفسير كيف يلاحظوا فيها التقابل، أشياء متقابلة هذه بغرض هذه، وكيشرحوا هذه بهذه، إما كيكون تقابل تضاد بحال هذا، أو لا أنواع تقابلات أخرى، لكن هنا تقابل تضاد التنافر التناقض. ويقول الكافر، يعني في ذلك الوقت، يا ليتني كنت ترابا، لشدة ما يرى من هول العقاب والعذاب الذي ينتظره، ويختار أن يكون ترابا لما يراه من أحوال الحيوانات الأخرى التي يجعلها الله ترابا لا عليها ولا لها، فيتمنى أن لو كان مثلها. وهذا التمني حاصل عند بعض الصالحين في حياتهم، يطلبون من الله تبارك وتعالى أن إذا قدموا عليه يكون لا لهم ولا عليهم، لا لهم ولا عليهم، وإنما يرجون بعد ذلك رحمة الله تبارك وتعالى، لأن لا أحد منهم يعتمد على عمله. هذه الإخوان صورة عما أو صورة النبأ أو صورة التساؤل التي بدأنا بها اليوم، وعلى هذا النمط إن شاء الله سنسير، وفي كل مرة سنزيد جرعة وجرعتين في المستوى على قدر ما أستطيع وتستطيعون. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.